عندنا لعبة تانية، نشوف بقى البنتين اللي ما... لا ده محمد. محمد تعالى وليلى تعالي. بابا اللي هيقول لك يا محمد، ماما اللي هتقول لك يا ليلى. جاهزين؟ يب. ايه ده؟ جاهزين؟ يلا ريدي ستيدي جو. على طول يا ليلى، على طول على طول. لازم ايوه صح. ارجع لو خبطتي قمع او وقعتيه هتخسري. تمام ايوه. لا لا يمين. ايوه صح. بس شمال سنه. شمال شمال سنه. شمال سنه. لا هترجعي من الاول. رجعي لورا. رجعي لورا. لا يمين سنه. خطوه كمان يمين. ايوه يمين سنه. كمان خطوه. كمان سنه. يمين يمين يمين. بس قدام محمد. يمين يا محمد. يا محمد. يا محمد. ايوه على طول. مش عارفه احسبها ازاي. محمد وصل بس هو اخر قمع، مش عارفه اعمل ايه. هو وصل الاول. انا خلاص ده اخر قمع. هو وصل الاول. برافو يا محمد. تعالي تعالي محمد. طيب نخش على اللي بعد. بس برافو والله. نخش على اللي بعد. اختيارات اختيارات برضو. انتوا الاثنين بس. انتوا الاثنين بس. ولو ما عرفتوش عندكم وسائل مساعده. يوجد في فصل 17 ولد و14 بنت. 11 و14. وهناك 9 تلاميذ فقط لم يشاركوا في الرحله. 9. فكم عدد التلاميذ التي شاركت في الرحله؟ بس في 9 ما شاركوش. في الفصل 17 ولد وبنت. 17 ولد و14 بنت. في 9 ما شاركوش. في بقى 9 منهم ما راحوش الرحله. يبقى كام واحد شارك في الرحلة؟ 17 بلس كام؟ تاني بالراحة. 17 ولد و14 بنت. يبقى 17 بلس كام؟ 17 بلس 14. حلو. يبقى كام يا محمد؟ 31. حلو قوي. في 9 بقى ما راحوش الرحلة. يبقى كام واحد راح الرحلة؟ اوكي. ماينس 9. 22. 2. طيب انا هقول لك انا بقى. استنى. 23 24 22 22. حلو قوي. كان لازم تحسبها الاول. برافو. هنا برضو لازم تحسبوها الاول. موقف عربيات في 30 سياره 30 خلاص، و15 شاحنه 15، وست باصات 6. كم اجمالي عددهم في كام؟ يعني هما كام؟ 13 30 ها سياره 51. ماشي. هي 51 طبعا. كنت اقول لكم 50 و52 و51. برافو جدا. هو بابا ساعد تقريبا. قلت لها ايه؟ قلت لها 51. انت قلت لها 51 وانا ما خدتش بالي. قلت لها 50. قلت لها 50 بجد؟ بجد؟ شكرا بابا بلخبطك وجاوبتي صح. ماشي. بس مالك مبسوط قوي. هنا بقى. من الحيوانات التي لا ترى اثناء الليل ويعتمد على احساسها بالحراره في اصطياد الفريسه. القطط، الكلاب، التعابين. التعابين. التعابين طبعا. هنا تعيش الدببة البنيه والسوداء في المناطق القطبيه، الصحراء، الغابات. الغابات. برافو. ايوه يا ولد. برافو. ماشي. هنا يمكنك اجراء مكالمات فيديو مع اصدقائك من خلال السكانر، المسح الضوئي، الموبايل، الهاتف الموبايل. المحمول، البرينتر، الطباعه. الموبايل طبعا. اكيد الموبايل. اكيد. ده سؤال غريب قوي. يلا. احد الادوات اللازمه لاجراء محادثات الفيديو. الكاميرا، الاقلام، الصور. الكاميرا طبعا. برضو احنا بنفكر في ايه؟ دي اسئله سرعه. طيب شطاره حلاوه طعامه. كله جاهز وكله دماغه مصحصحه.